لماذا أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم النوم على جنابة بعد المعاشرة الزوجية؟ سبحان الله، معلومات يكتشفها العلم بعد أكثر من 1000 عام. لماذا أوصانا الرسول بعدم النوم على جنابة بعد المعاشرة الزوجية؟ لعله إعجازا جديدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد توصيته لأمته بالاغتسال بعد المعاشرة الزوجية وعدم النوم على جنابة، يكشف لنا العلماء فائدة الاغتسال بعد الجماع. الجواب: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم معظم أوامره لها سبب يتضح يوما بعد يوم في حياتنا. والآن عن تحذير الرسول الكريم من النوم على جنابة وتوصيته بأن نغتسل بعدها مباشرة، أو على الأقل نتوضأ ونتمم الاغتسال مع صلاة الفجر. جاءت توصية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي اكتشف الطب بعد أعوام سرها، موضحا أن عدم الاغتسال بعد الجنابة والجماع هو سبب آلام الظهر، وذلك لأن هذا يؤدي لجفاف السائل الذي يحيط بعظام العمود الفقري، وهو ما يعمل على تآكل الغضروف الذي يحيط بهذا السائل، مما يعمل على فقرات الظهر بصورة متصلة، مما يسبب الآلام في منطقة أسفل الظهر. وقد أشار الطب إلى أن الحل الوحيد لذلك هو الاغتسال من الجنابة على الفور، أو القيام بالوضوء على أقل تقدير، حيث أن الماء بجانب الحركة عند قيامك من الفراش يعملان على تجديد الدورة الدموية، وكذلك تزيد من تدفق الدم للمخ.